نهائي مصري في لندن فاز كريم عبد الجواد المصنف رقم أربعة على العالم ببطولة شانل فاز الإنجليزية للسكواش والتي أقيمت في الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر، حيث تغلب على محمد الشربجي المصنف رقم اثنين عالميا في مباراة النهائي التي استمرت لمدة 90 دقيقة كاملة مليئة بالإثارة. فيما أكد كريم أنه فخور بهذا الفوز بعد مباراة صعبة ليثبت أنه يستحق اللقب وأنه على الطريق السليم نحو القمة.